الآن احنا عندنا تجهيز 16 15 ساعة، وكار أزيد من عندنا بساعة أو ساعتين حسب الاتفاق المبرم مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال وفرع توزيع كهرباء مركز نينوى، استنادا على توجيهات الدائرة الاقتصادية ورئاسة الوزراء بهذا الموضوع. هناك توجيهات وزارية وأيضا بخصوص رفع أسلاك عن أعمدة الكهرباء. تعرف أعمدة الكهرباء تختلف عن الأعمدة الاعتيادية، أعمدة مخصصة للإنارة فقط، لا تساعد زيادة الأحمال عليها من خلال أسلاك المولدة كما ترون بحزم كبيرة، مما يؤدي إلى ميلان أعمدة الكهرباء. أعمدة الكهرباء أولا وجدت لإضافة جمالية للمدينة والشارع المعين، خصوصا الشوارع الرئيسية. والآن تعرفون حضرتكم عندنا 5 شوارع رئيسية في قلب الأيسر، وهناك أيضا شوارع في الأيمن. فهذه التوجيهات من الوزارة تنص على عدم مد أسلاك المولدات التابعة المولدات الأهلية على أعمدة الإنارة، وخصوصا في الشوارع الرئيسية. وسيتم رفع هذه الأسلاك من قبل فرع توزيع كهرباء مركز نينوى بعد أن تم مخاطبة أو مفاتحة بكتاب رسمي لجنة المولدات التابعة لمحافظة نينوى. وأيضا هناك آلية بأن يتم تبليغ المولدات شخصيا ويتم توقيعهم وأخذ التعهدات من أصحاب المولدات في مراعاة هذا الأمر. ممكن إيجاد البدائل عبر حزمة واحدة أو عمود آخر غير أعمدة الإنارة في سبيل إظهار المدينة بمظهر اللائق كما قلنا، بالإضافة إلى أنه فنيا لا يتحمل عمود الكهرباء. نعم، للشوارع العامة أم الفرعية الكل؟ العامة الرئيسية، وحتى أكو فرعية هم رئيسية يعني سايدين. أما الأزقة والكذا يعني ما بها أعمدة إنارة، الإنارة تكون على الشبكة الكهربائية اللي أعمدة المدورة ضغط الواطي أو العالي.